الماء ما هو؟ الماء ما هو؟ نشوف أولا الروايات عن المعصومين تشير إلى أنه الجبار جل وعلا خلق الماء، ومن الماء خلق كل شيء. من الماء، شوف ما قال بالماء، قال من الماء، من الماء خلق. الماء هذا لمن؟ هذا الماء لمن؟ يوم أن صدر الأمر من الحظيرة القدسية من الجبار جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن زوج النور بالنور، أي زوج علي بفاطمة، قدم لها المهر من الجبار جل وعلا، قدم لها المهر من الجبار جل وعلا. المهر الظاهر اللي قدم الإمام 450 درهم، هذا ظاهر، لكن المهر الحقيقي الذي قدم لسيدة النساء هو قدمه الجبار جل وعلا. ما هذا المهر؟ الروايات تشير إلى أنه مهر فاطمة الماء والجنة، الماء والجنة مهر لفاطمة. انتبه يا مؤمن، إذا كان مهر فاطمة الماء والجنة، السعادة الدنيوية والراحة الدنيوية والحياة الدنيوية بالماء، والحياة الأخروية هي في الجنة لكن بالماء، بالماء أشار للحياة الدنيوية وجعلنا من الماء، وأشار إلى الحياة الأخروية وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وأشار إلى الحياة الأخروية إنا أعطيناك الكوثر. ما هذا؟ قال هذه شربة يقدمها أمير المؤمنين لمن والاه، لا يظمأ بعدها أبدا من شرب منها، ما يظمأ منها أبدا. إذا ما يظمأ يعني ما يصيب حالة عطش، ما تصيب حالة ضعف، يعني استمرارية الحياة بهذه الشربة، استمرارية هذه الحياة في الجنة في الحياة الأخروية بهذه الشربة. إذا الحياة الدنيوية بهذا الماء والحياة الأخروية بهذا الماء، هذا الماء ملك من؟ المهر إذا قدم من قبل الزوج إلى من سيعقد بينه وبينها عقد الزواج، لابد أن يقدم المهر، وإذا قدم المهر وأجري عقد النكاح صار المهر ملك لمن؟ ملك للزوجة. الجبار جل وعلا هو الذي تولى عقد زواج فاطمة بأمير المؤمنين في العالم العلوي، فمذ أنه تولى الجبار جل وعلا اقتران الحقيقة العلوية مع الحقيقة الفاطمية، قدم هذا الماء وقدمت الجنة مهر لفاطمة، يعني صارت الماء شنو؟ ملك لصاحبة المهر، صار الماء والجنة ملك لفاطمة. لهذا قال وجعلنا منا، يعني حياة الموجودات بملك فاطمة، حياة الموجودات بملك سيدة النساء. إذن هذا الماء اللي صار يتحول من حالة إلى حالة مهما تغيرت حالاته لا يخرج عن أصله وعن طوره. يعني شلون؟ حقيقة الماء الذي تشربه أنت ملك لسيدة النساء، الماء الذي خلقت منه ملك لسيدة النساء، انعقاد النطفة للموالي هي تحت ملك فاطمة، تحت أملاك سيدة النساء، هي كل ما يطلق عليه ماء ملك لسيدة النساء روحي لها الفداء.